دلوقتي مع ملخص الحلقات رقم 15 من المسلسلات الكوميدية والاجتماعية في دراما رمضان. كان في أحداث كتيرة وخصوصا الكبير أو الجزء الثامن مسلسل بابا جيل أكرم حسني وكمان إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي. الحلقات الخمستاشر من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية شهدت أحداث كتيرة. في مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن اختارت العفريتة شيماء سيف الكبير كزوج ليها بعد مجموعة من الاختبارات والأسئلة معاه ومع نفادي وهجرس، وطلبت من الكبير يروح لأهلها بعد الزواج، وتمت حفلة الجواز وقال الكبير لزوجته مربوحة: الفائز هو حبيبي جوزي كرة عيني، هو هيبقى أنا عايز أعرف بتحبوه على إيه؟ وانتهت الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني والنجمة نسرين أمين بنجاح هشام أبو العلا في مشروع الجديد محل الكشري بعد ما تنازل عن مشروعه بابا جه، وظهر في آخر الحلقة علاقته القوية مع بنته جودي وزوجته ولاء. أنت هتعمل إيه؟ أنت هتربط لي رباط الجزمة؟ أنت كنت دايماً تقولي اربطيه بنفسك. هو أنا عشان يبقى لي لازمة؟ لازم اربط رباط الجزمة. لازمة وجزمة. شهدت احداث الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد بلس 1 العديد من التطورات بخصوص براءة جيسيكا أو أمينة بنت دينا الشربيني بعد تورطها في حفلة تيك توك بفيلا المنصورية. قضية أمينة خلاص اتحلت. بجد يا ست؟ برافو عليك، سجلي التليفون حالا. برافو برافو برافو، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. البوليس قبضوا على منظموا الحفلة وأخدوا فلوسها، فكده كل التهم خلاص اتوجهت لهم هم. الحمد لله يا رب. خبر حلو اهو. أيوه الحمد لله أحلى خبر. الحلقة 15 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي بدأت بمشهد الانتخابات على إدارة المنزل، وفاز نور النبوي مروان أبو المجد على والده مختار أبو المجد أو خالد النبوي بنسبة 9 أصوات مقابل صوت واحد لخالد النبوي. يا جماعة إحنا هنعلن النتيجة بمنتهى الشفافية، أخويا وصاحبي مروان مختار أبو المجد 9 أصوات. والسيد مختار أبو المجد صوت واحد بس. شهدت الحلقة 15 من مسلسل عتبات البهجة بطولة النجم يحيى الفخراني قيام فريد أو حازم إيهاب بضرب عمر أو خالد شباط وخبط راسه في الترابيزة، مما سبب له جروح كبيرة بتستدعي نقله للمستشفى، وده بعد ما أخبره أنه سجل له خطة تهكير البنك وأبلغ عنه الشرطة. عارف مين أغبى إنسان يا فريد؟ واللي بيفتكر إنه أذكى من كل الناس اللي حواليه. البيانات اللي جات لك كلها فيك، وبلاويك هتتحاسب عليها، قديم وجديد. مبروك، والله فرحت لك، هيحصل السيد الوالد يا ابن سليم الباروني. انتهت الحلقة 15 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج بدخول صدفة بيتها بصحبة أختها فرح، واتفاجئت برجال جلال أو رشدي الشامي بيكتفوا أختها وزوجها وحاولوا الإمساك بيها، لكنها قفلت الباب وهربت. أيوة طبعاً، هو أنا ببطل كلام عنك مع حنان وخصوصاً مع الواد صاصة ده؟ أنا قلتها بيكي، هو يحكي لك بنفسه دلوقتي. يا لهوي، ده احنا صدمة من النبي. مدام صدفة، الحمد لله على السلامة.